السلام عليكم، يعطيكم العافية. لعب اليوم بدنا نتعلم ثلاثة من اللعب equipments أو من اللعب instruments. عندنا السوكسلت اكستراكتور، بنستخدمه لعملية الاكستراكشن للسكندري ميتابولايت، الكليفنجر اباراتوس بنستخدمه للاكستراكشن للفولاتايل اويلز، والروتاري ايفابوريتور اللي هو احنا بنستخدمه حتى نتخلص من الكميات من السولفنت الموجودة جوا الاكستراكتور. لما نتخلص من السولفنت وبدنا يضل عندنا الاكستراكت لحاله بنستخدم الروتاري ايفابوريتور. طيب الان بدنا نتعلم البروسيس لكل واحد منهم والبرنسبل لإله، وبدنا نتعلم كمان مكوناتهم. في عنا أول واحد منهم اللي هو السوكسلت اكستراكتور، زي ما شفتوه باللاب، للناس اللي شافته باللاب هو عبارة عن جهاز أو نستخدمه حتى نستخلص مركبات، وهاي المركبات شرطها إنها تكون non-volatile compound. فأهم شغلة عندنا هون إنه أنا بستخدمه لإيش؟ بستخدمه للنون volatile compounds الموجودين جوا النبتة، بدي أطلعهم من النبتة وأبعثهم على السولفنت، وبعدين هيك بكون أنا ممكن أعمل عليهم further study أو further analysis. طيب مهم نتعلم مكوناته. عنا اللي إحنا شايفينه هون اللي هو بنسميه إحنا extraction pot، هو عبارة عن flask. هذا الفلاسك جويته stirrer bar زي ما أنتم شايفينه، اللي هو بيكون فيه زي المغناطيس الصغير هيك بلف. كمان في عنا الديستيليشن باث اللي هو لما يصير عنا، طبعا بيكون عنا هون في عنا هيتينج ماتل، بيكون عنا عملية تسخين. لما تصير عنا عملية التسخين السولفنت الموجود هون، وبالعادة بيكون عنا أورجانيك سولفنت زي ميثانول إيثانول، بيصير عنا عملية تسخين للسولفنت لدرجة الغليان، بتبخر. تمام، الآن بس يتبخر بيروح بيطلع البخار تاع السولفنت بالديستيليشن باث اللي هو هذا اللي احنا شايفينه، وبعدين بيروح بيطلع على الكوندنسر زي ما انتم شايفينه، اللي هو هذا البارت اللي هون اللي هو الكوندنسر. فيه نظام انلت واوتلت للووتر بحيث تدخل المي وتطلع، بحيث تضلنا عاملين عملية محافظين على درجة الحرارة انها تكون واطية بالكوندنسر، ويصير في عندنا عملية ديستيليشن. بيطلع الفيبر تاع السولفنت على الكوندنسر وبنزل على شكل الدروبز. هدول الدروبز بنزلوا على إشي بنسميه إحنا السوكسلت ثيمبل اللي هم أربعة وخمسة. بيكون في عنا أربعة اللي هو السوكسلت ثيمبل، ثيمبل اللي هو بتكون تشبه الفلتر بيبر بس ثيك، يعني زي ورقة سميكة منحط جواتها البلانت ماتيريال اللي بنستخلص منها السكندري ميتابولايت الآن. وبيكون في عنا طبعا محطوطين بال الاكستراكشن تشامبر، هذا المنطقة اللي هون احنا بنسميها السوكسلت تشامبر، اللي هي المنطقة اللي بتصير فيها عنا عملية الاكستراكشن. الآن بتنزل هاي الدروبس تاعت السولفنت على البلانت ماتيريال الموجودة جوا الثيمبل، اوكي، وبتتغلغل فيها، فبتصير في عنا زي عملية نقع لإلها، وكمان عنا درجة حرارة السولفنت بتكون نوعا ما دافية. يعني طبعا هون على الكوندنسر نزل بارد، بس بتكون لأنه هون كلياته عندنا ساخن، فبتكون نوعا دافي، نوعا ما درجة حرارته دافية، فبتصير عندنا عملية نقع بحيث أنها تستخلص السكندري ميتابولايت يطلعوا من البلانت ماتيريال. وين يروحوا؟ ويروحوا على السولفنت اللي هو معبي عندنا السوكسلت تشامبر. بس السولفنت يصل لمرحلة أنه عبى السوكسلت تشامبر، في عندنا السيفون بارت اللي هو رقم 6، هذا السيفون زي ما أنتم شايفينه، بصير السيفون بنتلي ومباشرة بيعمل تصريف للسولفنت. وين؟ على برجعه على الاكستراكشن بوت أو الفلاسك. طبعا السولفنت اللي راجع، السولفنت اللي راجع هون بيكون إيش؟ محمل بالسكندري ميتابولايت. فإحنا منوصل مع مرور الوقت، منوصل لمرحلة إنه بيكون هذا السولفنت مليان سكندري ميتابولايت، مشبع بالسكندري ميتابولايت، وبضل هالعملية هكذا. بضل في عنا عملية غليان للسولفنت، وبضل يتبخر عنا السولفنت لحاله، وبروح على الكوندنسر بنزلنا دروبس او دروبلت من السولفنت، بروحوا على البلانت ماتيريال، بتغلغلوا جوا البلانت ماتيريال، بتطلع السكندري ميتابولايت من هاي البلانت ماتيريال، وبتروح على السولفنت. بعدين بروح السولفنت برجع عن طريق السيفون
وبرجع على الاكستراكشن بوت كمان مرة. الكويس بهاي الطريقة أو الاستفادة منها إيش؟ إنه أنا ما بعمل اكستراكشن مرة واحدة، هاي عبارة عن مالتيبل اكستراكشن، والمالتيبل اكستراكشن هذا اللي إحنا شايفينه هون شو بيضله؟ بيضله يستخدم نفس السولفنت، فبالتالي أنا مش بحاجة لكميات كبيرة من السولفنت أضل أعمل إكستراكشن. أنا نفس السولفنت كمية صغيرة بضل كل شوي ببخرها وبنزل الدروبليتس تاعونها على المادة، وبستخلص قدر المستطاع من السكندري ميتابولايت لحد ما أخلصهم على نفس السولفنت اللي عندي. فهاي من أهم حسناتها أنه أنا ما بستخدم كميات كبيرة من السولفنت. وهاي الطريقة أهم إشي أنها تستخدم للنون فولاتايل كومباوندز، ما بقدر أستخدمها للفولاتايل كومباوندز. طيب، وهاي الطريقة بدنا نعرف كمان أنها لا تستخدم فقط لمينتس، هي يمكن انه السوكسلت اكستراكتور نضلنا مشغلينه لمدة ساعات وايام احيانا حسب طريقة الاكستراكشن او حسب البروسيجر اللي انا بمشي عليه. تمام، هاي هي عملية السوكسلت اكستراكتور. طيب الان طبعا هاي هي الخطوات بالضبط، هاي يعني اللي شرحته هاي هي الخطوات هون بالضبط. نيجي الان على النوع الثاني من الاكستراكشن اللي هو الكليفنجر أبارتس. بس قبل ما أجي على الكليفنجر أبارتس بدي أروح على الروتري إيفابوريتر عشان نفهم الفكرة. لنفرض أنه أنا نرجع على السوكسلت إكستراكتور، خلصت إكستراكشن، الآن عندي السولفنت اللي هون خلصت، السولفنت صار لودد بالسكندري ميتابولايت ومليان مشبع بالسكندري ميتابولايت. الآن أنا باخد هذا الفلاسك بفكه، الفلاسك اللي هون باخده، وين بروح فيه؟ بروح فيه على الروتري إيفابوريتر. ليه بروح فيه على الروتري إيفابوريتر؟ حتى أتخلص من السولفنت الكمية الكبيرة هاي من السولفنت، وضل عندي فقط البلانت اكستراكت اللي هي بمعنى آخر السكندري ميتابولايت لحالها. كيف بعمل هاي الطريقة؟ بالروتري إيفابوريتر بلجأ له. هاي هو شكل الروتري إيفابوريتر، في عنا واتر باث، عنا روتيتينج فلاسك، نفس هذاك الفلاسك ممكن نحكي أو أركبه هون، أو فينا ندير ال السولفنت مع السكندري ميتابولايت اللي فيه نديرهم على الروتيتينج فلاسك، وبيكون موصول مع كوندنسر حتى يعمل عملية كوندنسيشن، وفي عنا هون الريسيفينج فلاسك. الآن أنا بحط الفلاسك تاعي، بعمل له بحطه بواتر باث، بغمسه بواتر باث. هذا الواتر باث بدها تكون درجة الغليان تاعته، هاي water bath the temperature should be adjusted to be 10 to 20 degree below the boiling point of the solvent to be removed. يعني احنا بنحط درجة الغليان اقل ب 10 ل 20 درجة مئوية من درجة غليان السولفنت اللي بدي اشيله. يعني عملية evaporation بس ايش؟ gentle، ما بيكون في عنا عملية غليان وبابلز بيطلعوا. تمام، الآن أنا بحطه بواتر باث وبحمي هذا الواتر باث لدرجة حرارة مناسبة اللي هي حسب السولفنت اللي عندي إياه، وبأقل بعشرة إلى عشرين ديجري، وبشغله. الآن بس أشغله بتصير عنا عملية روتيشن للفلاسك. الروتيشن للفلاسك بصير إيش؟ بصير السولفنت اللي جواته ينتشر على الجدران الداخلية للفلاسك، بمعنى آخر إنه السيرفيس أريا للسولفنت أو السوليوشن اللي عندي بتصير كبيرة، معناها مع درجة حرارة عالية من الواتر باث والسيرفيس أريا كبيرة وعملية دوران بلف. تمام، هدول كلياتهم طبعا، وبيكون في عنا هنا عاملينه على reduced pressure، هاي vacuum inlet tab اللي هو بيكون عنا reduced pressure. هدول الأربع عوامل كلياتهم اللي هم ال speed of rotation okay، والvacuum pressure اللي احنا عملناه اللي هو reduced pressure، والsize of the flask، يعني كل ما كان size of the flask أكبر معناها surface area كل ما كانت أكبر، والheating bath temperature. هدول الأربع عوامل بيسرعوا لي عملية الإيفابوريشن للسولفنت، فبتبخر السولفنت بشكل سريع، بصير يطلع بخار السولفنت يروح على الكوندنسر، ينزل على شكل droplets أو على شكل drops، ينزل على الريسيفينج أو الريسيفر فلاسك. الآن شو بضل عندي بالروتيتينج فلاسك؟ بضل عندنا فقط السكندري ميتابولايت اللي هم بيكونوا نوعا ما viscous appearance لإلهم، والسولفنت بنزل وين؟ على الريسيفر فلاسك. الآن السولفنت اللي بالريسيفر فلاسك هذا بيكون بيور، ممكن أستخدمه لعملية analysis ثانية أو أدوب فيه أي إشي آخر. طيب
الآن بعد ما أخلص بفتح الروتيتنج فلاسك من هون، بشيله وبدير المكونات اللي فيه. أنا ما بسخنه، ما ببخر السولفنت لحد ما ينشف للدراينس، لا بخلي شوي يعني في فيسكوستي أو في سيولة شوي، وبعدين بديره بإيفابوريتنج ديش وبتركه على البنش أو بحطه بالهود لحد ما يتبخر عنا بقية السولفنت ويضل عنا السيرابي اكستراكت اللي إحنا مندور عليه. تمام، هاي هي عنا الروتاباب أو الروتاري إيفابوريتر. طيب خلينا الآن نيجي نشوف الجهاز الثالث اللي عنا، اللي هو الكليفنجر أباراتوس. الكليفنجر أباراتوس وهو لاستخلاص البولاتايل كومباوندز أو البولاتايل أويل أو الإسنشال أويلز من النباتات العطرية. طيب خلينا نشوف عنا الآن، في عنا هاي الهيتينج مانتل اللي هي عملية التسخين، عنا البلانت ماتيريال النبتة. لنفرض أنه أنا عندي زعتر الثايم مثلا، بدي أستخلص منه الثايمول. الثايمول هو عبارة عن إسنشال أويل، بحط الزعتر بفلاسك وبدير عليه ووتر. فدائما ننتبه بالكليفنجر أباراتوس أنه أنا ما بستخدم إلا مي أز سولفنت، مش زي السوكسلت إكستراكتور. الآن بحطهم بالفلاسك وبدير عليهم مي وبشغل الحرارة. الآن الحرارة رح تصير تعمل عملية تسخين للووتر، فبصير في عنا عملية ديكوكشن، عملية نقع، وكمان في عنا بصير عنا عملية بويلينج بنفس الوقت. فبصير في عنا بويلينج وبنفس الوقت بصير عنا ديكوكشن أو ديكانتيشن، فبتصير إنه الفولاتايل أويلز يعني تتبخر من النبتة وتطلع على الكوندنسر، وبنفس الوقت بتبخر عنا مين كمان الووتر، فبطلع عنا بخار الماء وبطلع عنا كم محمل بالإسنشال أويلز، وبطلعوا الاثنين على الكوندنسر وبصيروا ينزلوا على شكل دروبليتس. وين بيروحوا؟ بيروحوا على نظام فصل. بالعادة بيكون في عنا سيبراتوري فانيل. السيبراتوري فانيل بتصير تنزل الإسنشال أويل دروبليتس اللي هي عبارة عن أورجانيك كومباوند والواتر دروبليتس، وبصير عنا تو لاير، أكويس لاير وأورجانيك لاير، والإحنا اللي بدنا إياها اللي هي الأورجانيك لاير بناخد اللي هي فيها الإسنشال أويل. بناخد الأورجانيك لاير ومنروح نعملها أي فردر أناليسز باستخدام الجي سي ماس فور إكزامبل. هاي هي طريقة الكليفنجر أباراتوس. بس ضروري نعرف إنه السولفنت اللي نستخدمه هو ووتر، وضروري نعرف إنه هو يستخدم لاستخلاص الفولاتايل كومباوندز أو الفولاتايل أويلز. إذا أنا بدي أستخلص نون فولاتايل كومباوندز، فأنا هون بروح بلجأ للسوكسلت أباراتوس وبستخدم سولفنت ثاني، أي نوع من أنواع السولفنتس اللي بتناسب النبتة تاعتي. هيك بنكون خلصنا هدول الأجهزة، ويعطيكم العافية.